توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه. أنا بقى اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعي تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية مش عجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال لها هي الساعة كام دلوقتي؟ واحدة ونص. يا لهوي انا لازم امشي. بقول لك ايه، لو تستجدعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قولها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطى على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. وليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده ايه خش ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست سيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي هي بتعملها؟ دي هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي أيوة والله يا رب. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش اختي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليا يا طرش البلعات يا كنسة الحاره؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليا؟ الله يرحم لما كنت داخله علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا ولية يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلعلك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه ولية منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفه في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قطعه ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حاره عره، يا حاره واطيه، يا حاره لا فيها لا حرمه ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخصة عليكم جيره معفنه. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبة. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزة بتاعتي كده المشكرة اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجة كده ليه؟ متسربعة على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحة كده في عيد ميلاد. قطع وقطعة سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايلة لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بت؟
اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زنت البنات، يا سبوحة يا شحرورة انتي، يا فاتنة صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيدة اللي محتضناني. I love you. حبيبي خالته يا ناس، كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انتي هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشكه بكلمتين، يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شوية دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله، ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره. وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف، يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطة في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياه من ساعه ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتن. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعمله لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالي كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي، انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصي لي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. سنة انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي؟ صباح الخير. الحقيقه انا ليا سؤال، انا امتلك شركه كبيره ولا طابوره؟ يعني اغيب 5 ايام ارجع لها التسايب ده، حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل اول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ الله، فين دينا؟ ما حد يرد. الحمد لله على السلامه يا مستر عبد الله. خير في ايه؟ خير هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتاخرين عليه، ده يبقى خير؟ حضرتك عارفه انك في شركه كبيره ولا لا؟ انا لا يمكن اسمح بالتسايب ده. لو مش عارفه انت شغاله فين تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمه ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي، كلام فاضي مفيش التزام. وحشتيني يا توتي قوي. انت اكتر يا عبودي، كان لازمته ايه كل الزعيق اللي انت عملته ده؟ هو انت عليك؟ حركتيني بس عشان محدش ياخد باله. ايه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا هوبا. هو ده بابي؟ اهلا نيللي حبيبتي، وحشتيني قوي. هاي بابي. هاي روح. طيب يا دينا اتفضلي، بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. اخبار جنيف ايه؟ ولعه. ولع ارهاب برضو؟ لا اسعار. ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده،
للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه؟ انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيل مكارتني، هفضل عايشه فيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا، انا مستغرب فعلا ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. ايوه انا اللي انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامي بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك؟ يا بنتي مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزايه يا سو، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشانك. بابي ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ هبقى اعدي عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديكي قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برازيانا؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي، الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعت المغنيين. ما تجيب واحدة زي بتاعت نيكولاس كيج. عندك حق، أنا كنت رايح أجيب فعلا أجيب واحدة رزي، بس قالوا لي مفيش إكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجة بلدي، كلامك، أصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت أحسن شوية. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما تكلمش كتير. ما قلتليش عايزة كام فلوس؟ عايزة $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. تس 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 فرح 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 فرح. يلا العيال الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا تتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفة كبيرة قوي عشان فكرة الأراجوز. كمان سقفة كبيرة. صحيح سالي واحدة، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ أهو تعالى 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 تعالى. أهلا 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 أهلا. اسمك إيه؟ إسماعيل. إسماعيل. إسماعيل إيه؟ أحمد محمود الجدي. إسماعيل أحمد محمود الجدي، أهلا وسهلا. بقى عندك كام سنة يا إسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالألماني يعني 8. 8؟ ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين؟ آه 5 سنين. طب وإيه إحساسك بقى يا سمعة وأنت بقى عندك 5 سنين؟ يعني بكون لوحدي وبعمل الحاجات دي. بتاكل لوحدك وبتعمل الحاجات دي؟ حاجات إيه؟ إيه الحاجات اللي لوحدي؟ بتاكل لوحدك. تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كان في فرصه من غير تورته. من غير تورته؟ غير تورته. اه طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ناصح. ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعه؟ فرتكه 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 فرتكه. آه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسك. يلا يلا يا سمعه يلا اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا اولاد. هاي يا ترى فين لوز الاراجوز؟ اطلع يا لوز يا اراجوز يا عبيد. اطلع يا لوز يا عبيد. اهلا وسهلا باطفالنا الحلوين، دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوية. ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. أهلا 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 يا أولاد. ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما أنت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك
خالتك صباح. طب وحياة أمك لا أقول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك، انا مش عارفه اشوف رجلي بالبتاعه دي. في ايه؟ ما خدتش بالي. خبطتني على فكره. خلاص الرقص بعيد عني. طب ركز بقى شويه، ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره. يلا اه مش قادره اتنفس يا هاني، ما توقف بالكراسي دي، حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. ده انت ليلتك سودة وحياة عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك اللي قاعدة مستحملة من بتاع الزفت ده. ايه ده؟ يا بنت الجمال انت بتضربيني بالكرسي؟ انت كمان غبي يا هاني. ده انت ليلة اهلك سودة النهاردة. بيتك يا بنت الجمال انت بتضربيني بالكرسي؟ انت غريب المجانين اتلعبت؟ اثبتي بقى. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكرة نفسك بتتخانق في خمارة ولا انت امير كرارة ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياة خالتك؟ ايه؟ بت انت بت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مرة اديكي ضربة موتك. نعم يا اخويا، هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانة. اطلعي يا جبانة. انت برتقالة ولا سحلفة ولا ايه؟ ما تطلعي. مش طالعة. ماشي ماشي يا شوشو، انا مش همد ايدي تاني يا شوشو، تمام؟ انا همد رجلي بعد كده، همد رجلي. طب انت بتضرب هنا عشان اشحن. طب وحياة امي. طب اصبر. هتعمل ايه؟ اصبر عليا. اه بس بس خلاص 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 كفاية، هتقلب بجد على فكرة. بس يلا اتنقلي اركب عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذرلي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذرلك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس، تعتذرلي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذرلي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس، وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجه. هاني تعالى هاني. ايوه يا سو، ايه اللي مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاعه دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد زفته، وهو حيوان لايقين على بعض قوي. سو هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقولك خليكي خليكي خليكي، ابعتيلي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قوليلي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبيه عشان انا اتدلقت عليه، انا بجد غبيه غبيه. عايزه في السحب تتفصل زي دي يا جماعه، حد يلحقني. اوه ماي جاد، نو واي نو واي. بابي الحقني، انا خبطت برتقانه بالعربيه.